الدورة الكروية الثانية لجمعية تويزانت في الفال ببلدية غسيرة جنوب باتنا عرفت توسيع المشاركة إلى خارج القرية لتشمل فرق أخرى من قرى مجاورة بعنوان دورة الشهيد بالقاسم محمد بن مسعود. سنة لمينا 12 فريق من بلدية غسيرة باش نلموا الشامل يتعرفوا على بعضهم ويسمعونا فرجة في هذا الميدان. ولأن الدورة تندرج في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال حملت الفرق المشاركة أسماء لبعض الشهداء المنحدرين من بلدية غسيرة تخليدا لهم. الشيء اللي عجب لي بزاف واللي هو أنه كل فريق سمى أو دار عنوان الفريق باسم شاهد، وهذا الشيء اللي يخلي الناس كامل أنه تفكر في اسم الشهيد بالدرجة الأولى والشيء اللي قام به أثناء الثورة التحريرية. دورة تويزا الكروية تأتي لتنشيط المحيط وتقوية أواصر الأخوة بين شباب غسيرة، من المبرمج أن يتوج بطلها ضمن البرنامج الخاص بهجومات الشمال القسنطيني المتزامنة والعشرين أوت من كل عام.